الصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذه التجربة سوف نقوم بتسخين الهواء المحجوز داخل قنينة، وفي رأس القنينة في فم القنينة نضع بالون لنسمح للهواء بالتوسع. إذا نلاحظ أنه بفعل اكتساب الحرارة يتوسع الهواء، أي يزداد حجمه في حين تنخفض كتلته. إذا وهكذا نرى أن كلما سخنا البالون القنينة انتفخ البالون أكثر. إذا بالطبع توسع الهواء هذا سوف ينتج عنه انخفاض في ضغط الهواء الداخلي على القنينة. إذا نقوم الآن بتبريد القنينة وبالتالي يبرد الهواء الداخلي. نلاحظ أن عند تبريد الهواء الداخلي ينكمش البالون، أي يتناقص حجم الهواء الداخلي وبالتالي يتكاثف فيزداد ضغطه من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.